والله مستنيينه بفارغ الصبر. فراق بتعرف تطبخ؟ نعم. بتعرف تطبخ؟ بعرف اكل بس مش ايوه هو بيكون بيعرف ياكل. طب فسانت بتعرف تطبخ؟ اوه لا دي طباخه كبيره قوي قوي. لا ما يبانش عليك مش مصدقينك. عايزين تجربه عمليه هنا مع الشيف حسن والشيف حسن يقول. والله العظيم ثلاثه. هو بص انا يعني انا رفيع من الدغري ملوش علاقه باكلها بصراحه. لا انا كرف ما بنشوفكش بتحسن او حاجه فبنقول هي مجوعاك ولا ايه؟ لا شطوره اهي. ربنا يخليها ليا. امين يا رب العالمين. ربنا يخليكم لبعض. سلم لنا عليها قوي 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 وربنا يخليكم لبعض. شكرا يا فندم وكل النجاح والتوفيق. جدا جدا يا نرمين بجد وتسلم ايدك. والله انا اللي بشكرك جدا على المداخله دي. رائع رائع. وعملتي يعني كان ليكي بصمه كبيره قوي والله العظيم ثلاثه. واعتقد يعني اللي متابع اراء الناس سواء اللي بتتكتب على السوشيال ميديا او اللي بتتسمع من الناس في الشارع. انا عن نفسي بسمع كل بشوف كل وبسمع كل ردود الافعال ديت. فالجزء اللي خاص برسمه اللوحه ديت على كل حلقه او كل لوحه بتقول ايه بجد يعني انت عملتي مجهود رائع. تسلم ايدك. تسلم صح. ايدك الله صح. اكبر عليك. الحمد لله الحمد لله. وتحجزي له كام لوح؟ والله هعمل لك هعيد لك اللوح اللي انت عايزها تاني مخصوص. يا ربنا يخليكي لينا. تسلمي لي. ربنا يكرمك. انا مبسوطه جدا بمداخلتك وبجد بسطتوني. ربنا ميرسي الفنان الكبير محمد فراج نورتنا وميرسي جدا على مداخلتك معانا النهارده. الحقيقه يعني الحب واضح يا نرمينا. التقدير من كل افراد العمل وبنشكر شاهد بجد بقت تعمل لنا المسلسلات دي في الاوف سيزون. كنا بنكون قاعدين زي اليوتا ما زهقانين من رمضان صح. رمضان فدلوقتي مسلسل ورا مسلسل كل واحد امتع من الثاني. فالف شكر. لا بس انا اللي بيزعلني وكل كرو. انا اللي بيزعلني بقى ان الحلقات بتبقى 10 و6 احنا عايزين حلقات كتير. لا جاء. ان شاء الله.